رجعنا لكم تاني وتقريبا معانا وقت الحمد لله النهارده كافي زي ما وعدتكم الاسبوع اللي فات ان احنا ان شاء الله يكون عندنا وقت كافي استقبل فيها كل مداخلات حضراتكم. ومش قادره اقول لكم قد ايه الواحد ممكن يبقى فرحان قوي ومبسوط قوي ان بفرح، يعني شفتوا فرحتها وفرحه ام حنان وهي حتى مش عارفه بتقول ما بعرفش زغرت وزغرتت بالشكل التلقائي انها فرحانه قوي ان انت تكون سبب في اسعاد قلب بني ادم، اكيد دي يعني من كبير قوي من ربنا سبحانه وتعالى، يعني كل الشكر والتقدير في كل اللي بيساهم في اسعاد بني ادم وسد حاجته وستره، ويعني كل الشكر والتقدير لكل اللي بيساهم معانا بصراحه من ساعه ما بدانا لحد دلوقتي. طبعا بشكر الدكتور حسن راتب جدا، يعني ان هدف المؤسسه دي خاصه لما يكون في مثلا حاجه زي كده زي ما شفتوا الحاله بتاعه النهارده دي، او يكون في انشاء مشروعات صغيره، او ازاي ارساء التنميه من خلال الانتاج، ازاي دعم المبدعين والمخترعين والابداع في كل قطاعات الحياه وخاصه قطاعات الفن وقطاعات العلم، فدي اكيد يعني خطوات مهمه جدا في التنمية اللي احنا فعلا بننشدها، وان شاء الله يا رب يعني يكون في ميزان حسنات كل اللي بيسعى ليها ان شاء الله بإذن الله تعالى. معانا سيد من منوفية. ألو، السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك انا بنشكر حضرتك الاول لبرنامجك الجميل اللي بيسعى الناس بصدر رحم ويا رب يجعله دايما في ميزان حسناتكم، يعني يا رب ربنا يكرمك يا رب. اتفضل. احنا حضرتك احنا قرية شبرا قبالة مركز قوسنا محافظة المنوفية. عندنا مدرسة ابتدائي اللي كثافة الطلبة في الفصول بيتعدى 80 طالب. ياه. الطلبة حضرتك بتقعد على الأرض. وعندنا المدرسة الإعدادي واخدة قرار إزالة بقالها سنة، وتوجهنا لهيئة الأبنية التعليمية وقالوا هنعمل ومحدش خد قرار. وودوا المدرسة الإعدادي، بالتالي حولوا المدرسة الإعدادي للابتدائي. فطبعا الكثافه فتره صباح. ايوه بالظبط. زادت. ايوه حضرتك الحصه بعد ما كانت ساعه الا ربع بقت نص ساعه. انا كمدرس هخش ازاي فصل 80 طالب واقول واعرف اشرح ازاي ويبقى في تعليم؟ حضرتك من اهالي الاولاد ولا؟ ايوه يا فندم. ايوه انا عندي 3 بنات في المدرسه حضرتك. مراحل عمر في مراحل تعليميه ايه؟ اولى اعدادي وسته ابتدائي ورابعه ابتدائي واولى ابتدائي. ايوه يعني انت حتى لما الاباء حاولت تشتكي او اولياء الامور حاولوا يشتكوا، كان رد الاداره عليكم ايه او اداره المدرسه؟ رد الاداره قالوا ان في دور المدرسه نازله في الميزانيه وفي دور علشان الميزانيه، وعلشان ميزانيه المحافظه بتقول ان المدارس عددها كذا ينبني كذا، فالمدرسه بتاعتكم واخده دور. ايوه. وحضرتك طيب. عندنا معهد ديني مقفول، مبني ومقفول ما فيهوش تدريس. بنناشد المسؤولين وبرنامج حضرتك وكاميرا تيجي تصور الكلام ده على الطبيعة. حاضر. ان المعهد مقفول ومش مستفيدين بيه. يعني انت بتقترح ان هو يستغلوا المعهد ده؟ طيب. هيئة الاوقاف تسيبه او تتبرع بيه لوزارة التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية تكمل بقية الشغل اللي فيه، ويتعمل مدرسة للتكدس الكثافة العددية بتاعة الطلبة دي حضرتك. حاضر حاضر. سيب بيانات حضرتك وبيانات المدرسة في أي مكان بالظبط، وإن شاء الله إحنا معاك نحاول ننزل لك كاميرا ونشوف بالظبط إزاي ممكن يعني تتحل المشكلة دي، والله المستعان. معانا مين؟ أم محمد من القاهرة. ألو. الله يخليكي. أهلا بيكي، اتفضلي. الله يخليك ويبارك لك ويديكي كل الهنا. ربنا يكرمك ويعزك. الله يخليك على اللي انت بتعمليه. الله يخليكي. ربنا يكرمك ويكرمك يا حبيبتي ويكرمك ويزيدك يا رب من نعيمك. الله يخليكي، اتفضلي. بصي انا بقالي فتره متطلقه من جوزي الله يسامحه، وما ادانيش اي حاجه، مشاني وما ادانيش اي حاجه، مشاني حتى حامل. انا بشتغل، مش هقول لك لا ما بشتغلش، بروح عند واحده كل اسبوع. بس يعني مش هقول لك بقى، يعني انا قلت ايه هتديني مبلغ كويس؟ لا، بتطلع عيني وبتديني 75 جنيه في اليوم. بقول رضا، هو قرش وداخل، وربنا كرمني بناس صحاب البيت بيديني اوضه في الشقه فيها سرير وانا قاعده والحمد لله وراضيه. لما شفت حضرتك
الله يبارك لك، الله يبارك لك ام حنان، يعني الله يبارك لك ويسعدك. انا مش عايزه اقعد، عايزه مكنه اقعد عليها بس اشتغل في البيت، لان انا معايا برضه طفله رضيعه ومش عارفه، مش عارفه اشتغل حتى في مصنع. معكيش بس غير طفله صح؟ معايا بنت وولد بس سايباهم عند جدتهم. سايباهم على طول عند جدتهم؟ عشان ما اقدرش شيء، ما اقدرش اشيلهم، ما اقدرش اتعامل معاهم لان المصاريف يا دوبك على قدي. ايوه ايوه. فانت اذا جدتهم والدتك يعني والدتك الله يكرمه، الله يكرمه بتاع الجامع، الله يكرمه، الله يكرمه شيخ الجامع واقف جنبي وبرضه بيراضيني، والناس اللي في الجامع بيراضوني، بس انا ماشيه على قد، مش هقدر ان انا اشيلهم. قلت ايه اخش مصنع، المصنع مش عايز يبان، انا بروح الشغل وشايله بنتي على قلبي. يعني حتى عشان الشياله اللي انا اجيبها، والله الله يبارك له الراجل دهاني وما يعرفنيش، ولا ما يا بنتي لما يبقى معاك فلوس يبقى هاتيها. وانا عندي بنتك 47 سنة. بنتك عمرها قد ايه؟ عندها سنه. عندها سنه. واولادك التانيين؟ ولادي التانيين 10 سنين و12 سنه. في دراسه ولا في دراسه بقى، سايباهم عند عمامهم. يعني سايباهم عند جدتهم لابوهم. وهي برضه على قد حالها يعني، الله يكرمها برضه هي. والدهم موجود يعني هو ده والد البنت؟ لا مش موجود. لا يعني الوالد هو والد الثلاثه ولا ده؟ والد العيال مش موجود. لا. طب ووالد البنت؟ والد البنت ما يعني على انت حاله، اللي هو انت طلعتي منه. يعني انت دلوقتي مطلقه، يعني انت تزوجتي مرتين بس الثاني، يعني الثاني ده يعني طلقك برضو، اللي هو والد بنت صغيره. ايوه ايوه. ما بيصرفش على بنته يعني؟ لا لا. ولا الاب بتاع ابو الولاد الثاني، والثاني ربنا يسهل له بقى، بس انا سايبه العيال عندي مامته وعند سته. طيب. هم بيبقوا عايزين يجيبهم يوم ويمشوا. طيب ان شاء الله ربنا يرزقك برزقهم، سيبي بياناتك وان شاء الله خير. اشكرك جدا. ربنا يعين الناس يا رب. معانا مين؟ معانا رجاء من سوهاج. الو. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. رب يجعلكم خير على طول يا رب. يا رب امين. عندي ابن كبير، انا من محافظه سوهاج مركز اخمين طعم عشر. عندي اكبر واحد في ولادي من 4 شهور مش لاقيينه. من 4 سنين مش لاقياه؟ 4 شهور. من 4 شهور؟ 4 شهور. كان بيشتغل بيجي اخبار على عربيه صار معاه وهو يعني مع بعض. فجاء ابوه في يوم كانوا مريحين من الشغل بيدور عليه في السوق الساحل بتاع مصر القديمه، بيدور عليه من جهود. وانت ما رحتيش بلغت وما عملتوش اي حاجه؟ لا راح يعمل بلاغ، ما رضيتش يعملوا له في اي بيت تبع للقاهره هنا عشان ما يبقاش محل اقامه في الصعيد. انا عملت له بلاغ في الصعيد يوم 8/9 مركز اخيم، رقم المصدر معايا 39 52. طيب انت لو عندك حد يبعت لنا بس يعني يبعت لنا صورته. بعت صورته؟ طيب لو بعتوا صورته، طب نزلوها لنا على الشاشه. طيب ما قدرتوش توصلوا لاي حاجه صح؟ لا بس انا عملت بلاغ مركز اخوين ما توصلناش برضه. هو ده اللي على الشاشه؟ انا معاك. طيب اسمه ايه هو؟ اسمه حاجه كبير محمد خالد حازم. طيب اوكي، يعني اتمنى لو حد شايف صوره. يعني هو شاب عنده كام سنة؟ 14 سنة. ده لسه صغير. طب هو هنا كان ايه؟ كان بيشتغل ولا كان بيشتغل على عربية كار بيبيع خضار. بيشتغل على عربية كار وبيبيع خضار مع حد يعني؟ طب سألتي عليه الناس اللي موجودين في السوق، سألتي عليه أي حد؟ سألنا والله ليا 15 يوم مخلي عليه أرض، وأبوه كان بيدور عليه قبل مني. ربنا ان شاء الله يعني يعطركم فيه باذن الله تعالى، وباذن الله يعني تلاقيه ويقر قلبك وبيه باذن الله تعالى ويقر عينك ان شاء الله.
يعني هي صورته اهي اللي ممكن يقدر يتواصل ليه او يعرف هو فين او شافه فين او اي حاجه يتواصل معانا عشان نقدر ان شاء الله نتواصل مع والدته، ويا رب يجمعهم على الخير يا رب، ان شاء الله يلتقوا ويجمعهم على الخير باذن الله. معانا مين؟ معانا عبد العزيز من السويس. الو، ازيك يا غالي يا اميره؟ اهلا بيك، اتفضل. ازيك يا غالي؟ والله انا معجب بيك اول، بسمعك من زمان قوي. ربنا يبارك فيك. الله يصلح حالك يا رب ويبارك لك يا رب. الله يخليك، اتفضل. لو سمحت انا عايز منك طلب مهم جدا. اتفضل. انا راجل على المعاش وبقالي 7 سنين قاعد على السرير. اروح للدكاتره يقول لي ده خشونه، اروح للدكاتره اللي عنده حاجه في الاعصاب. بروح لمواخذه الحمام بالكرسي. بنفسي انزل الشارع اتمشى شويه في الشمس ما اقدرش. وعشان انزل السلم لازم 4 ولا 5 ينزلوني. أيوة. زاد ان انا باخد علاج للقلب. باخد عامل قسطره مع المرتين وعامل دعامه. المهم دي ماشيه العمليه، بس انا عايز امشي بس على الاقل حتى اتحكز على عكاز او اي حاجه، عايز دكاتره توديني المستشفى تعمل لي رنين تعمل لي اي حاجه، المهم يشوفوا لي اي حاجه بس ان انا هقدر انزل بس حتى الشارع او اروح الجامعه اصلي. طيب. مش عايز اكتر من كده. انا مش عايز فلوس، الراجل على المعاش يعني معاشي قليل على قد بس الحمد لله يعني. طيب حاضر، يعني انت عايز بس الدكتور يشوفك ويشخص حالتك ولو في امكانيه انك تقدر تمشي حتى على العكاز. لا حاجه بس اروح. طيب. الجامعه بس مش عايز اكتر من كده. حاضر. يعني بص حضرتك بدخل على الكرسي بالحمام ولما اجي احب ربنا يشفيك ويعافيك لما اروح لدكتور ولا اي حاجه لما اخذه يشيلوني واخدوني وياخدوني 4 من ينزلوني على السلم واروح وطبعا مشقه ومع عند العيال كلهم بنات متجوزين وربنا هو اللي اعلم بالحال. ربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله. انا مش عايز تبرعات ولا عايز فلوس. طيب عايز دكاتره تكشف عليا وتعمل لي اشاعات وتديني علاج بس. حضرتك من السويس؟ الحمد لله انا راضي باسم ربنا. حضرتك من السويس صح؟ أنا من السويس. طيب. إن شاء الله والله خير. الله أنا بدعي لك وكل واحد ربنا يكرمك يا رب. اللهم تقبل يا رب. ربنا يسترها معاك يا رب ويبارك لي فيك يا رب. ربنا يكرمك يا رب ويشفيك ويعافيك. معانا فاتن من البحيرة. ألو. لا أنا من دمنهور الوحش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا حبيبة قلبي، ربنا يبارك لك يا رب. الله يكرمك ويعزك، اتفضلي. أنا مامة أحمد، عندي طفل عنده 13 سنة من يوم ما اتولد وهو تعبان، يعني عنده شوية في صدره. أنا كنت بجري كتير بيه من صغره. عنده إيه معلش؟ عنده شوية على صدره، عنده ودوته ودخل في فشل تنفسي. بس أنت الأول قلتي عنده إيه في صدره؟ شوية يعني تعب، كان عنده تعب من صغره. اتفضلي. من صغره، من ساعة الولادة هو تعبان. ايوه. وكنت طبعا بروح بيه مستشفيات كتير وبروح دكاتره عندنا. انا اصلا من قريه اسمها قريه دمنهور الوحش. مركز زفته غربيه. فابني ده طبعا انا بكشف عليه كتير وبجري بيه كتير عشان يقولوا حساسيه، طبعا برد مش عارف ايه الكلام ده كله. تمام. فالحمد لله يعني على يعني سن 5 سنين 4 سنين كده دكتور طبعا اما اراد ربنا ان هو يكشف يعني الحاله اللي عنده. ايوه. قالوا عنده، عملت له اشعه مقطعيه والدكتور حولني على دكتور، حولني في مستشفى ديمرداش مصر. دكتوره ايمان فوضه. طبعا قالت لي ابنك عنده تليف رئوي. وهو اصلا مولود في اب خلقي. وطبعا انا تنيت ماشيه معاهم يجي 6 7 سنين. طبعا الحاله بتاعته دخلت في فشل تنفسي، دخل في غيبوبه. لا حول ولا قوه. قعد في رعايه مركزه يجي شهر. كان خلاص يعني هو كانوا فاقدين الامل، هو خلاص كان متوفي بس ربنا اراد فوق كل شيء طبعا، رغم ان هم استعجبوا يعني فشل تنفسي جاي، هو دلوقتي عايش على الاكسجين. هو عايش على الاكسجين، جهاز عايش على الاكسجين الصناعي. وما بيشوفش النور بره طبعا. وعايش في سباب بينام بيه، سباب بينام بيه. وهو دلوقتي طبعا هو يروح المستشفى، طبعا هو يروح المستشفى ديمرداش. انا طبعا بتابع في المستشفى ديمرداش على طول، كل شهر بنتابع كمتابعه. وطبعا دلوقتي بقى عنده 13 سنه، داخل على 14 سنه اهوت. بس طبعا هم قالوا لازم له عمليه. ربنا يشفيها فيك. العمليه ديت في الخارج، قالوا لها هتبقى في الهند.
في الهند؟ زرع رئه. زرع رئه. ايوه زرع. لا وطبعا والده طبعا احنا ما بنخلوش عايز اي حاجه. وطبعا احنا متوفرين لانه هو طبعا ما بيروح المستشفى، دكاتره عارفين بيروح المستشفى بيتعب وبينهار وحالته بتسوق اكتر واكتر واشد كمان. فاحنا بنحاول ان احنا نوفر له كل يعني ما صاحبتنا زي المستشفى له في قلب بيتي هنا. ربنا يشفيه ويعافيه. يعني قولي لي، قولي لي ايه اللي انت ممكن. انا عايزه، انا حضرتك هو كان جاي على اليوم السابع طبعا، ربنا يبارك للجميع فلوس وهنبعت. لا انا عايزه ابني يعني مستشفى تتبناه بره في الخارج ويعملوا له العمليه بتاعته. انا كله طبعا بعد امر ربنا، ربنا هو اللي هيرد له، اللي يعمله له خير هيعمله له خير. العمليه طبعا هتكلف فوق ال 4 مليون و5 مليون. زرع رئه. يا الله. زرع رئه طبعا هو وجع قلب بس منه، هو على طول ما بيخرجش الا كان بابا يخرجه شويه بره، يعني ناخده بره بعيد شويه، انما يقعد ويمشي زي لا لا طبعا هو على طول جهاز جنبي منه على طول، لحد درجه ان الرئه اثرت على القلب بتاعه. ربنا يشفيه ويعافيه، وربنا سبحانه وتعالى يقدر ويسبب الاسباب. واتمنى اسيبي. طيب يعني انا ما اعرفش انت هل تواصلتي مع وزاره الصحه، حاولتي ان انت تتواصلي مثلا هل في علاج على نفقه الدوله؟ يعني ما مش عارفه، بس يعني خلينا نشوف لو في فعلا امكانيه ان هو يسافر للخارج. صحيح المبلغ كبير جدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني هو رب الكون، يعني قادر على كل شيء، وامر كون فيكون. لو اراد له الحياه هيكون لي الحياه. ربنا يشفيه ويعافيه. معانا ام احمد الاقصر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير. اتفضلي. حضرتك كنت يعني معايا زوجي عنده يعني تعبان بالقلب، عنده صمامين ما بيشتغلش. كان بيشتغل في الطبقه العازله، وبعدين الدكاتره منعوه من الشغل، وانا الحمد لله شغاله وما عنديش اي مانع يعني من الشغل. وبس المشكله ومعايا ثلاث اولاد، فيهم ولد عنده اعاقه. والولد يعني والاثنين التانيين الحمد لله كويسين، انا بس مقصور عليا 8 شهور ايجار. يعني الشهر الواحد ب 700 جنيه. والراجل خلانا بره انا وعيالي، وقفل علينا وقفل الباب بالاسم وقال عايزين تاخدوا العزال، تعالوا خدوا تعالوا الاول يعني ادفعوا الايجار وخدوا عزالكم مني. وانا دلوقتي قاعده عند اختي، انا ويعني انا وهم قاعدين عند اختي، انا وعيالي وزوجي قاعدين عند اختي في الشارع. يا طب لا عزال ولا فلوس ولا ايجار ولا اي حاجه. وانا تشتغلي ايه حضرتك؟ انا شغال عند حد يعني في طيب حاضر. سيبي بياناتك والله المستعان، ربنا يسد حاجتك ان شاء الله. معانا ناديه من الجيزه. الو. ايوه. الو. ايوه يا حبيبتي. اهلا بيكي، اتفضلي. انا جبت جايبه من 9/6 2006. معلش ممكن بس الصوت انا مش سامعاه كويس. نعم. يعني في الصوت عندي زي ما يكون مكتوم، ممكن تقفي في حته تانية او بقولك غايبه. متغايبه من 9/6/2016. انت ليه لغايه دلوقتي؟ طيب انا عفوا مش سامعه. نعم. يعني ممكن حضرتك طب تكلمي من سبيكر الموبايل؟ لو بتكلمي الموبايل افتحي السبيكر وكلمينا ممكن نسمعك، يمكن الصوت في الموبايل صوت ممكن يكون في حاجه. اتصلت يعني؟ افتحي السبيكر. الو. ايوه ماما. اتفضلي. بقولك بنتي غايبه من 9/6/2016. بنتك غايبه. عامله محضر في اسم العمرانيه. ثلاثة موت. يعني بقى لها دلوقتي سنتين. سنتين و 15 يوم. عندها كام سنه؟ دلوقتي حاليا 29 سنة. يعني هي غايبة من وهي عندها 27 سنة، دي صورتها؟ أيوة. يعني عملتي طبعا أكيد بلاغات وسألتي في كل حتة، ما قدرتيش توصلي لها. ما عرفتش أوصل لحالي. ربنا إن شاء الله يعني يجمعكم يا رب، وإن شاء الله يعني ربنا يعطركم فيها. ويعني هي صورتها، هي موجودة، اسمها إيه؟ اسمها ايه؟ زينب زغلول. زينب، زينب دي صورة زينب اهي، وهي متغيبة من
2016 شهر 9 2016، يعني بقى لها اكتر من سنتين. اللي يقدر يعني يعرف مكانها او حد مثلا يعني ممكن يكون شافها او كده يعني يتواصل معانا، لو عايز يكون خير ويكون ان شاء الله يعني النهارده يعني ظهور صورتها دي حد يكون يقدر يعرف هي فين، وان شاء الله نقدر نوصلها بوالدتها. عندكم يعني عندنا يا جماعه شباب يعني زمايلي بس يحطوا الصورتين ان شاء الله برده على الصفحه، يمكن حد برده يدخل على الصفحه ويشوفهم. خلي الصورتين موجودين معانا على صفحه مصر احلى ان شاء الله، هنحط صورتين برده. والسيده ناديه لو سمعانا، والست تقريبا اسمها ام احمد ام خالد، مش فاكره اسم الولد كان اسمه ايه، فهنحط صورتهم هما الاثنين ان شاء الله. طيب الطفل ام حازم. طيب ام حازم متغيب، اتصل بينا مين؟ طيب وزارة الداخلية اتصلت بينا دلوقتي، في مقدم اتصل بينا وقال ان هو هيساعدك يا ام حازم، لسه بنقول صورته ان شاء الله يقدر يتواصل، ويا ريت بقى يشوف كمان زينب يعني ويشوف الاثنين، نبعت الاثنين. وطبعا بشكرك جدا وبشكر تعاون وزارة الداخلية معانا. ادي ده صورة حازم، وبرده حطوا لنا صورة زينب بحيث ان هو برده يعني هي زينب من الجيزة، ممكن كمان برضو يقدروا يعني من خلال تعاون وزارة الداخلية معنا تقدر توصل لهم إن شاء الله. وربنا يبارك في كل اللي بيساعد معنا يا رب، ويجعله إن شاء الله في ميزان حسنات الجميع يا رب. ودي صورة زينب أهو، يعني إن شاء الله يعني يمكن نقدر نتوصل ليهم من خلال تعاون وزارة الداخلية معنا أو من خلال تعاون الناس. خلي بالكم زي ما بقول لكم كده، كل عمل انت بتعمله وبتحتس باجره عند الله، حتى لو انت بتساعد في حاجه زي كده، حتى ان انت تكون ايجابي تكون مسؤول، كل عمل احنا بنسعى ليه وبنحتس باجره، والله العظيم والله هو ده اللي بيبقى موجود لك في كل حياتك، وبيجعلك البركه في حياتك، بيعمل لك يعني قد ايه بتكون فيه كان في ملاك او ملائكه من عند رب العالمين بتحرسك وبتسندك يعني توسع لك طريقك، تحفظ لك اولادك، تحفظك كل عمل احنا بنسعى ان احنا نعمله لوجه الله. ربنا يا رب يجعل عملنا كله خالص لوجه الله تعالى يا رب العالمين. معانا ندى من اسيوط. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ربنا يتقبل منك اللي انت بتعمليه. الله يكرمك. وربنا يجازيكم خيرا. الله يخليك. على البرنامج اللي القائمين عليه. ربنا يكرمك. انا بس عايزه يعني انا عندي طلب بعد اذن حضرتك، اي حد سمعني اكيد هيبقى حاسس باللي انا فيه. انا عايزه اطراف صناعيه، مش عايزه حاجه غير الاطراف الصناعيه. انا عايزه اكمل حياتي، عايزه ام تحس بيا، عايزه اخت تحس بيا، حد يحس بيا يكمل يعني ياخد المبلغ اللي معايا ويكمل ويجيب لي الجهاز. انا معايا مبلغ منه وفاضل لي مبلغ، مش محتاجه غير الجهاز، مش عايزه اي حاجه في الدنيا غير. طيب ندى سيبي رقم تليفونك وان شاء الله باذن الله هنتواصل معاكي بعد الهوا على طول، ان شاء الله يكون في حل باذن الله. اشكرك جدا. معنا احمد من الدقهليه. الو. السلام عليكم يا استاذه وفاء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مناره الاعلاميين كلهم، ربنا يكرمك ويعزك. تحياتي لحضرتك والفريق الاعداد المحترم. أشكرك. وتحياتي للدكتور حسن راتب. أشكرك. على البرنامج الناجح الاول، برنامج في الوطن العربي كله. ربنا يكرمك ويعزك. يعني برنامج ربنا. نافع يعني. ربنا يكرمك ويعزك. مشكلتي يا استاذه وفاء تخص بحدود نص مليون مواطن من المقاطعه مركز اسمبلاوين، في مستشفى مركزي بقاله 21 سنه. أيوة. تحت الانشاء. 21 سنة تحت الانشاء. يا خبر. تحت الانشاء. أيوة. بقاله 21 سنه. اتغير عليه بحدود خمس محافظين. او اربعه، خمس محافظين، وكل محافظ يعني هو بيخليه تحت الانشاء. اكيد في سبب، يعني ايه السبب اللي هو يفضل كل ده تحت الانشاء، انت شايف ايه؟ والله يا استاذه وفاء انا حاسس بقى ان فيه فساد في الموضوع ده، لان كل فتره كده بيطلع ميزانيه والميزانيه بتتبخر، مش عارفين بتروح فين، وده مستشفى مركزي اسمه مستشفى المقاطع المركزي. وكل النهارده يعني المرضى النهارده بيحتاروا يروحوا فين. فانا بناشد الدكتور كمال محافظ الدقهليه، وبناشد الدكتوره هاله زايد رئيس وزيره الصحه، يا ريت يا ريت يشوفوا مشكله المستشفى ده ايه، في فساد. طيب. في فساد. بقول يا دكتور كمال يا محافظ الدقهليه، يا ريت المستشفى ده يتعمل على ايدك، يا ريت يغسل يعني يخلص على ايد حضرتك،
تيجي تزور المقاطعة وتشوف المستشفى وتشوف يعني زي المستشفى ده الميزانية بتروح فين. أنا ما أعرفش بتروح فين. وطبعا المستشفى زي الجامعة زي المدرسة وده مستشفى مركزي، وكنا في الأساس خالص من 30 سنة كنا عاملينه بجهود ذاتية على حسابنا. جت وزارة الصحة هديته سنة 97 والعيلة الآن تحت الإنشاء مستشفى. طيب. خمس يعني أضم صوتي لصوتك إن شاء الله. أتمنى أن يكون دكتورة هالة سمعنا أو حد من وزارة الصحة سمعنا ويكون من المحافظة حد يرد علينا ليه في مبنى لمستشفى مركزي يظل 21 سنة تحت الإنشاء. يعني هي علامة استفهام وتعجب، محتاجين ليها إجابة إن شاء الله. يعني تقريبا أما كنا نتكلم على أي من الحالات اللي عايزة بس أقول لكم على حاجة قبل ما ناخد بقية مداخلات تاني. في بعض الحالات اللي هي محتاجة مساعدة، بعض الناس الأفاضل أهالينا اللي ممكن يكونوا، أنا بقول دايما إن أي حد معرض لأي ابتلاء، ممكن حد يبقى حالته كويسة جدا وظروفه كويسة جدا ولكن حياته تتغير فجأة، وزي ما قلت لكم في بداية الحلقة إنه ممكن يكون في ابتلاء معين في ماله في أولاده في صحته في أي من كان. ربنا يعافينا جميعا يا رب ويجعلنا من أهل الإحسان ولا يجعلنا من أهل الابتلاء. أنت لما بيكون في حد، يعني حتى لما بيكون في ناس إحنا رايحين لهم، بلاحظ إنه برضو يعني مش عارفة ليه في حاجة اتغيرت كده في حياتنا وفي مجتمعنا. كانت الناس متكاتفة قوي الأول مع بعض، كانت الناس قريبة قوي من بعض، الجيران قريبة وتحب الخير لبعض، ده يفرح لده ده يعني يحب يساعد ده حتى بالقليل اللي معاه، عنده طبق أكل بيروح يدهوله وحاسس إن جاره ده، ودي الحياة الجميلة اللي حتى كان يعني مسيحيين ومسلمين وكل كل يعني كله أهل في وسط بعض. وزي ما كنا حتى بنشوف في الأفلام القديمة قوي الأبيض وأسود قد إيه كان العلاقة بين الجيران أكتر من العلاقة بين الأهل، يعني في بينهم تضافر كبير جدا. بلاحظ إن دلوقتي للأسف يعني، وده حتى يعني أوصفنا بيه كل الأديان، لكن في تغير كبير حصل، في تباعد، في تنافر، في يعني ربنا يعني إلا من رحم ربي، ربنا يعني عافينا جميعا. ودي الأمراض المجتمعية اللي بدأت تطرأ مؤخرا على المجتمع، بقينا نلاحظ إن الناس حتى يعني نوع من التباغض والتنافر بدأ يزيد شوية. يعني بمعنى يعني أنت مثلا أنت رايح لحد وظروفه صعبة وشافوك وعرفوا إن أنت فلانة والبرنامج الفلاني ورايح، فتلاقيه مش يعني مستكتر عليه ده، او ان هو يقول حاجه تانية، او ان هو ما يعني قليل لما تلاقي ناس متضامنه مع الحاله اللي انت رايح لها، او الناس العيله اللي انت رايح لهم. بالعكس اللي هم كمان بيبقوا خايفين ان هم يقعدوا يقولوا لهم انتوا ظروفكم كذا او انتوا طلبتوا منهم كذا، ما بقاش فيه ان احنا اللمسه الجميله بان احنا نستر بعض، او ان احنا نكون ستر لبعض، او ان احنا نكون غطى لبعض، نتكاتف ازاي مع بعض. واتذكر يعني من ضمن الحاجات اللي استوقفتني جدا جدا وبصراحه استفزتني، ان انا كنت من ضمن حملاتنا اللي كنا نازلينها في رمضان، وكنا نازلين لسيده كبيره مسنه وعايشه لوحدها وظروفها صعبه جدا ومريضه، ويعني يعني ربنا يعافيها يا رب. الست دي كانت جميله قوي قوي. الغريبه ان احنا اما رحنا كنا رايحين في رمضان، الست ما كانش عندها فطار، وناهيك بقى ان اولادها سايبينها. بنتكلم انا بتكلم في قضيه ثانيه طبعا، عقوق الاولاد او اهمال الاولاد، بلاش حتى لو هو مش عاقب يعني بشكل مباشر او ان هو عن قصد وعن عمد، بنتكلم حتى اهمال الابناء لابائهم وامهاتهم. لكن انا بتكلم على الجيران، يعني هو لو كان اي حد مثلا جارتها اللي جنبها دي قدمت لها طبق على الفطار، يعني كانت بتحلف ان بتقعد الميه جنبها باليومين والثلاثه، ممكن ما تتسحرش، وست كبيره مسنه يعني. بل بالعكس بقى، واحنا خارجين بقى الست جارتها دي، جارتها على طول الشقه اللي جنبها، قالت لنا دي الست دي ما تستاهلش اللي انتوا عملتوه. انا ما كنتش عارفه ارد عليها غير ان انا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني حتى مهما كان دي ست كبيره، ولو هي قد والدتك او زي اختك او يعني بالعكس، انت تخلي ولادك يروحوا ويسالوا عليها ويقدموا لها حتى فطار، هتاخدي عليه الاجر والثواب. قيس بقى على كده كل حياتنا، كل الناس اللي حوالينا كتير منهم متدارين في بيوتهم
وظروفهم صعبة وإحنا لا نستجمل ما بقناش نحس ببعضنا البعض. وللأسف نفسي ده يعني يتلاشى ونرجع لثقافتنا القديمة الحلوة قد إيه اللمسات الطيبة الحلوة اللي كانت مخلية الجيران قريبين من بعض، وكان قد إيه ممكن أي حد يحس بأي حد واللقمة تتقسم بينهم. ربنا يا ربي يعني عافينا من كل أمراض المجتمعية ونرجع تاني زي زمان. معنا مين؟ معنا ابتسام من اسكندرية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصي حضرتك، معلش انا مش هطير على حضرتك، فضلي. انا مطبقه، كنت طالبه بس من حضرتك يعني حاجه صغيره. انا حضرتك مطلقه وعندي بنتين وعندي محل بتاع امي ايجار قديم الله يرحمها، فاخواتي سبقوني وقالوا لي هاتي فيه بضاعه وكلي منه انت وبناتك. فاخدت كارت وبقيت يعني اشتغل من الدكان وادفع الكارد وناكله ونشربه منه. فالدكان بدا يفضى معايا وانا ما بقتش عارفه اعمل ايه، ومعايا بنت صغيره عندها سنه، ما ينفعش ان انا اسيبها مع حد اللي انا اطلع اشتغل بره. ولادك قد ايه؟ ولادك قد ايه؟ عندي بنت 5 6 سنين الا شهرين، وعندي بنت عندها سنه وشهر واحد. يعني انت مطلقه قريب يعني؟ من رمضان، قبل رمضان بكام يوم. طيب حاضر، الله المستعان. سيبي بس بياناتك وان شاء الله يكون خير، ربنا يرزقنا برزقك باذن الله. خلصنا يعني عامه الحمد لله خدنا مداخلات كويسه، خلاص يعني وقتنا الحمد لله خلاص يعني نفذ، والحمد لله خدنا عدد كويس من المداخلات. ان شاء الله كل اللي دخل النهارده هناخد الحالات كلها وناخد كل البيانات موجوده مع زمايلي، وربنا يرزقنا برزق كل من يطرق بابنا، واجعلنا سبب يا رب في الرزق ده ويأجرنا عنه، ويجعل يعني عملنا ده خالص لوجه الله تعالى. وأشهدكم أمام الله يعني، وأشهد الجميع، وأنقي نفسي مرة تانية، وأجدد النية أن يكون العمل ده خالص لوجه الله تعالى، وإن خالطني فيه غيره ربنا يسامحني ويغفر لي إن شاء الله. أتمنى أن ربنا يسامحني ويغفر لي إذا كان في يعني في هذا العمل ما يشوبه، أو في أي شيء من اللي هي لا تكون خالصة لوجه الله تعالى. يتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان النهارده نقدر برضو نسد بعض حالات الناس اللي جات لنا النهارده، وكفايه ان احنا فرحنا النهارده يعني راجعين بفرحه ام حنان. ان شاء الله باذن الله تعالى تقدر تعيش حياه كريمه، وتقدر باذن الله تستأنف حياتها من اول وجديد، وتعيش هي واولادها من غير ما يمدوا ايديهم زي ما هي قالت بنتها بالظبط كده. ان شاء الله يكون يعني حياتها بدات من جديد، وهو ده الجميل ان انت بتساعد في تغيير حياه ناس، وتغير الواقع من واقع صعب لواقع افضل، وبتكون حياتهم بتختلف ازاي. وطبعا يعني هم لسه اولادها شباب وهي لسه مش كبيره قوي، يقدروا يعملوا ويشتغلوا كذا وكذا، فدي تكون حاجه كويسه جدا. ربنا يبارك فيهم يا رب ويتقبل منا جميعا. ما تنسوش قعدتنا بكره ان شاء الله الساعه 11 ظهرا، ويوم الاثنين ان شاء الله برضو الساعه 11 ظهرا. واترككم في رعايه الله وامنه، وتصبحوا على الف خير.